نعم. أحسن الله عليك شيخ. معتمر قبل سنوات ترك السعي ليخرج مع رفقته معتقدا أنه إذا أبطل هذا العمل بطل، وحج بعد ذلك واعتمر، فماذا يلزمه؟ جزاك الله خير. أولا أقول إن تأخير هذا السائل سؤاله إلى ما بعد 7 سنوات خطأ عظيم. يجب على المرء أن يسأل عن دينه أولا قبل أن يعمل، ثم إذا عمل وشك في نفسه عن بعض الأفعال التي فعلها فليسأل عنها مباشرة مبادرة. ولكن الأمر وقد وقع الآن، فالذي أرى أنه يجب عليه أن يذهب الآن إلى مكة ويأتي بعمرة فيطوف ويسعى ويقصر ثم يأتي بالسعي السابق الأول، لأنه ما زال دينا في ذمته، والحجات التي حجها بعد ذلك هي حجات منفصلة ما نواها قضاء عما سبق. نعم.